الحرمان تربية. في بعض العائلات ما تبي تحرم ولدها ولا بنتها، تبي يلبون كل طلباته، يقول لك حتى لا يتعقد نفسيا. لا، مو صحيح، بالعكس، الحرمان تربية. الحرمان يخلي الطفل يصير عنده طموح، يصير عنده أهداف، يصير عنده رغبات، يصير عنده هدف يتمنى أنه يحققه. لكن لما أنا أشبع كل حاجات الطفل، بالتالي الطفل لما يصير عمره يبلغ ولا يصير عمره 20 سنة، خلاص شبع من الدنيا كلها وما صار عنده طموح. وأنا أعرف كثير من العائلات عيالهم في عمر 20 وال21 اشبعوا من كل شيء واتجهوا للمخدرات أو الأمور اللي فيها انحراف سلوكي، لأنه يبي يجرب شيء جديد. لكن الحرمان إذا تربية. بس خلونا نفرق بين نوعين من الحرمان. في حرمان قسري، يعني أنا قاعد أحرم من غير تخطيط ومن غير تدبير، أحرم لأني بحرم، طبعا هذا غلط. لكن في حرمان اختياري، يعني مثلا لما أدخل مع ولدي السوق ويشتهي شيء، هو مو كل ما يشتهي يشتري. هني لازم أنا أقنن، في بعض الأشياء يشتهيها أسمح له، في بعض الأشياء يشتهيها ما أسمح له. طبعا ليش ما أسمح له؟ بقرار، وهذا القرار هدف منه تربوي. كل ما اشتهى وجبة شريت له، لا، إذا اشتهى الوجبة أشتري، وإذا اشتهى ما أشتري ولا أوافق. هذا يسمونه الحرمان الاختياري. هذا الحرمان طبعا تربية، وهذه نقطة مهمة جدا أن احنا نعود عيالنا على أنهم يتكيفون مع جميع الظروف. الطفل لما يحرم اختياريا يصير عنده إدارة لذاته، يصير عنده أهداف واضحة، وبالتالي يقدر يتكيف مع جميع ظروف الحياة. أنا أعرف عائلة، يعني الأبو كان يسوق سيارة من أغلى السيارات، أوستن مارتن، يعني 125,000 دينار كويتي سعرها، يعني بالدولار تقريبا 400,000 دولار. وزوجته نفس الشيء، والعيال عسى ما يعطس عطسة ولده ولا بنته إلا لبيك شبيك ويبول. هذا الأبو دخل في أزمة اقتصادية، تغيرت ظروفهم، لا الزوجة قدرت تتحمل ولا العيال قدروا يتحملون. الحين الأسرة هذه مشردة. ليش؟ لأن كانوا يطبقون كلما اشتهيت اشتريت. إذا مرة ثانية، الحرمان ضروري. يعني حتى إحنا كمسلمين، أنا قاعد أحرم نفسي من الخمر، وأحرم نفسي من الخنزير، وأحرم نفسي أنه لما تصير وقت الصلاة ما فوت الصلاة. طيب هذا حرمان، أنا ودي أستانس، ودي ألعب، ودي أكل، لكن قاعد أحرم نفسي. طيب هذا الحرمان تربية للنفس، والحرمان هذا ضروري للنفس، ولذلك هذه نقطة تربوية مهمة لابد أن ننتبه لها.